السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه مزيان. نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. الا كنتوا في طنجه وبغيتوا تصلفوا ليلاتكم مزيان وتفرحوهم، وجدوا شويه ديال الصرف وجيبوهم لهنا، بارك دو جو اللي كاين في طنجه ما بين اجمل البلايص بالنسبه للوليدات بطبيعه الحال. وانا متاكده غادي يستمتعوا بها بزاف بزاف، لان فيها الالعاب زوينين وحتى الثمن ديال الالعاب في المتناول، 5 دراهم 10 دراهم، يعني اثمنه مناسبه. بالمكان ديالو بالضبط هنايا كيف ما كتشوفوا قريب الفيلا غيس، وحتى هي من الاماكن اللي كنصحكم تزوروها الا جيتوا هنا لمدينه طنجه، لان فيها طبيعه زوينه وفيها الالعاب للوليدات الصغار. ولا بغيتوا تاخذوا فكره اكثر عليها دخلوا القناه وغادي تلقاو فيديو خاص عليها. ديروا معنا جيم اشتراك وتفعيل الجرس باش تشوفوا كل شيء. دابا نخليكم تفوتوا الدرس واسمعوا الهضره ديال الشروق، وديروا جيم اشتراك وتفعيل الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالنا. بالنسبه للماكله اللي متواجده في هذا البارك هذا، فكاينين لي بينيه، هما هادو الريحه ديالهم كتشهي، وحتى المذاق يا سلام، جايين هشاشين من الداخل ومقرملين من برا مع داك سنيده، جاي داك الشيء يا سلام. والثمن ديالهم كيف ما شفتوا 3 دراهم الوحده، وما نساوش بطبيعه الحال ديما نخليو بلاصه نقيه. برافو. كاينين لي شيبس، كاين كارانتيكا، كاين غلاله او الببوش، غير بالنسبه للثمن ديالها ف 30 درهم الزلافه، يعني فكر مزيان قبل ما تشها. كيبان لكم البارك خاوي شي شويه، لان دابا تقريبا 10 ديال الليل وكان الجو ديال الشتاء، عليها ما كاينش الناس بزاف، اما غالبا كيكون البارك عامر وكاين فيه لومبيونس كثار وفيه واحد الجو في شكل. غير الحقيقه كنفضلوا في الليل لان كيكون الضوا وكيكون المنظر احسن، المهم بالنسبه لي، وكتبقى مساله اذواق. هادي ما بين اللعب اللي انا كنفضلها شخصيا، كتعجبني بزاف، وما يمكنش نجيو هنايا لافوار او البارك كما كيسميو هنايا بلا ما نلعبوها. وهاد اللعبه كتزيد زيان وكتحس بالصح بطعم المغامره ملي كتكون شروق لي سيكا بيك، لان شنو كتولي كتشوف. ونصيحة قبل ما تجيبوا وليداتكم لهنايا، تفاهموا معهم قبل وتتفقوا على عدد اللعبات اللي غادي يلعبوهم، سواء وحدة ولا جوج ولا ثلاثة، على حسب الإمكانيات وعلى حسب الميزانية اللي قررتوا تحطوها هنايا. ومنين يجيو يضربوا دويرة في البارك كامل، يشوفوا جميع الألعاب اللي كاينين، عادي يختاروا ذوك الألعاب اللي حددتوا العدد ديالهم من قبل، هكا باش كيتعلموا يختاروا وكيتعلموا يتحملوا نتيجه الاختيار ديالهم. وحتى نتوما خصكم تلتزموا وتزيروا راسكم، يعني واخا يبكي واخا يديروا اي رده فعل، حاولوا تشدوا راسكم مزيان وما تزيدوا لهم حتى لعبه اخرى، باش يتعلموا بان الاتفاق هو الاتفاق وما يمكنش نرجعوا في الكلام ديالنا. في الاول غادي تجيكم صعيبه هذه القضيه، ولكن مع الوقت غادي يولفوا، انا متاكده، لان هادشي اللي كنقول لكم صحيح مجرب. خليكم دابا تكتشفوا باقي الالعاب اللي كاينين هنا في هذا البارك، وفي انتظار نتلاقاو في فيديو جديد وفي بلاصه جديده. تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف، وبسلام عليكم.